بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 47 من سلسلة دروس كتاب الأذكار للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: باب ما يقوله إذا هاجت الريح. إلى هنا وصلنا. قال: روينا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا عصفت الريح، يعني اشتد هبوبها، وريح عاصف شديدة الهبوب، إذا عصفت الريح اشتد هبوبها، قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. إذن الريح عبد مأمور، الريح عبد مأمور، لا يجوز لك أن تسبه كما سيأتي معنا. مثل هذا كان يحصل عندنا في معظم البلدان، يحصل يصدر مثلا رئيس البلدية أو المحافظ قرار بهدم عقار ما، يأتي العمال الذين هم عبيد مأمورون يقومون بالهد، فصاحب الدار على من يدعو؟ على هؤلاء الموظفين. ونسي ذاك الآمر، نسي ذاك الذي أمر بإزالة هذا العقار، قال: يا أخي أنا لا علاقة لي، إذا لم أقم بتنفيذ هذا القرار سأسجن، سأفصل من عملي. نعم، فهذه الريح هي عبد مأمور، جند من جنود الله عز وجل، إياك أن تتعرض لها بالشتم. وقد ورد في الحديث، ورد في الحديث أن، أظن سيأتي معنا أظن، أن رجلا شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام الفقر وضيق العيش، فقال له: لعلك تسب الريح، لعلك تسب الريح. ليه؟ قال: لأن الريح سبب مجيء الغيم، والغيم فيه الأمطار، والأمطار سبب لخروج الزروع والثمار، فأنت عندما سببت سبب النعمة كنت جديرا بالحرمان منها. إذن الريح جند من جنود الله. قال: وروينا في سنن أبي داود وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله، من رحمة الله، الريح من روح الله. وسيذكر الآن الشيخ شرح هذه الكلمة: الريح من روح الله، من روح الله تعالى، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. إذا انتبه، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فهي جند من جنود الله، وهي مأمورة بما تجيء به من رحمة من عند الله لمن أراد الله أن يرحمه، وبما تجيء به من عذاب لمن أراد الله أن يعذبه. قال: تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، أي خير ما أرسلت به، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها، يعني شر ما أرسلت به. قد ترسل الريح بشر على قوم أنت فيهم، وأنت فيهم، هم أتوا بذنوب وآثام فاستحق عليهم العذاب، فاسأل الله عز وجل أن يحفظك من شرها، فلعل الله يستجيب فيهلك القوم ولا أنت تسلم.
قلت قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك أحبابنا، أنت عندما ترى بلاء وفتن في قوم، في محل، في مكان أنت فيه، دائما سل الله السلامة، سل الله العافية، سل الله العافية. لذلك أحبابنا دائما سبحان الله أعلم إخواني وطلابي وحتى أهل بيتي، وعلمهم مجموعة من الأدعية يواظبون عليها تماما. مثلا عندنا دعاء اللهم اهدنا في من هديت، هذا لا ينبغي أن يترك، أقل شيء في اليوم قولوا مرة واحدة. دعاء اللهم إنا نسألك العافية ودوامها والشكر على العافية والغنى عن الناس، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، كذلك هذا لا ينبغي أن تتركه، أدعو به بشكل مستمر. فهذه الأدعية ينبغي أن تجعلها ورداً لك تواظب عليه. اللهم احفظني بالإسلام قائماً، احفظني بالإسلام قاعداً، احفظني بالإسلام راقداً، ولا تشمت بي عدواً ولا حاسداً. هذا دعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه أدعية ينبغي أن نحافظ عليها. فإذا ما قدر الله عز وجل بلاءً فتنةً في قوم وأنت كنت معهم، يعني عسى الله أن ينجيك من هذا البلاء وهذه الفتنة. قلت قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من روح الله، هو بفتح الراء. قال العلماء أي من رحمة الله تعالى بعباده. قال وروينا في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء، في ناحية السماء من بعيد، رأى غيمة صغيرة وهي قادمة وفيها مظاهر المطر مثلا، عليها مظاهر معينة، ماذا قال؟ قال ترك العمل وإن كان في الصلاة، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا. قلت ناشئا بهمز، بهمز آخره، أي سحابا لم يتكامل اجتماعه، والصيب بكسر الياء المثنى تحتها المشددة، وهو المطر الكثير، وقيل المطر الذي يجري ماؤه، وهو منصوب بفعل محذوف، أي أسألك صيبا أو اجعله صيبا. وروينا في كتاب الترمذي وغيره عن أبي بن كعب، أسكر الباب اللي رضى عليك، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال الترمذي حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وعثمان بن أبي العاص وأنس وابن عباس وجابر رضي الله عنهم وعنا بهم. قال وروينا بالإسناد الصحيح في كتاب ابن السني عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا اشتدت الريح يقول اللهم لقحا لا عقيما، اللهم لقحا لا عقيما. قلت لقحا أي حاملا للماء، كاللقحة من الإبل، اللقحة من الإبل تحمل في رحمها جنين، وهذه الرياح اجعلها يا رب العالمين حاملة للماء، سائقة للغيم الذي يأتينا بالأمطار. اللهم لقحا أي حاملا للماء كاللقحة من الإبل، والعقيم التي لا ماء فيها، وهذه مزعجة تماما، مؤذية التي لا ماء فيها.
كالعقيم من الحيوان لا ولد فيها، لا ولد فيها. قال: وروينا فيه عن أنس بن مالك وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا وقعت كبيرة، يعني إذا وقع أمر عظيم، مصيبة، بلاء كبير، زلزال، بركان، نار، أي بلاء، حرب، إذا وقعت كبيرة أو هاجت ريح عظيمة فعليكم بالتكبير، فعليكم بالتكبير، فإنه، أي التكبير، يجلي العجاج الأسود، يجلي العجاج، الغبار المتطاير المتراكب، المتراكم بعضه فوق بعض، يجليه. ورد هذا الحديث كذلك في النار: إذا ما رأيت النار بيت يحترق، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تنطفئ النار، تنطفئ النار بمجرد التكبير. هكذا قال الصادق المصدوق المعصوم عليه الصلاة والسلام: بالتكبير تنحل كثير من المشاكل. هذا ما قال: إذا وقعت كبيرة أو هاجت ريح عظيمة فعليكم بالتكبير، فإنه يجلي العجاج الأسود. إيش العجاج؟ قلنا الغبار المتراكب بعضه، المتراكم بعضه فوق بعض، بحيث يمنع الرؤية، يمنع الرؤية. قال: وروى الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت ريح، ما هبت ريح إلا جثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الريح، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. فلما نحن لا نفعل هذا الفعل إذا ما رأينا هذه الريح؟ لما؟ يعني هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو الذي أعطي المقام المحمود، هو صاحب اللواء يوم الحمد يوم القيامة، لواء الحمد يوم القيامة، هو صاحب الشفاعة العظمى. إذا ما رأى رياحا هاله هذا الموقف. ما الذي حصل نحن معنا حتى سكن في قلوبنا هذا الأمن والأمان؟ ما الذي، هل سكن قلوبنا أمن وأمان؟ لا، إنما انخلع من قلوبنا الخوف، انخلع من قلوبنا الخوف من الله عز وجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي أحبابنا، للفائدة أقولها، التصوف، التصوف مر بمراحل متعددة، هذا له علاقة بالكتاب. أول مرحلة من مراحل التصوف هو عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. المرحلة الثانية إن صح التعبير هي عصر الإمام الجنيد والحارث المحاسبي وعصر الإمام أحمد بن حنبل وغيره، هؤلاء الكرام العظماء. ثم انقضى ذاك العصر التصوف، جاء تصوف آخر، وهو الذي رسمه لنا وبينه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الإحياء، في كتابه الإحياء. ثم انقضى التصوف الذي درسه لنا الإمام الغزالي إلى أن جاء التصوف الذي رسمه لنا الإمام النووي في كتابين، في كتابين: رياض الصالحين وكتاب الأذكار. فإذا أردت أن تكون صوفياً، صوفياً حقيقياً، عليك بهذين الكتابين: كتاب الأذكار وكتاب رياض الصالحين. احفظهما، احفظ الأحاديث التي فيها، وجد فيهما، واجتهد، واجتهد التصوف أن تطبق هذه الأحاديث بحذافيرها، عندها تكون أنت منضبطاً بالكتاب والسنة، لا تخرج عن السنة أبداً. إذا ما رأيت الهلال فقل كما علم النبي عليه الصلاة والسلام، نزلت الأمطار فقل كما قال عليه الصلاة والسلام، عندك حاجة عليك بالركعتين كما علم عليه الصلاة والسلام، تريد عملاً ما، ماذا فعل، ماذا أرشد، الاستخارة عليه الصلاة والسلام، تريد أن تنام، ما كيف كان ينام، في الأذكار موجود. كل حياتك من الصباح إلى المساء إلى الممات تكون متقلباً
مع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتكون أنت صوفيا حقيقيا، تكون صوفيا حقيقيا. هذا هو التصوف الآن الذي نحن مطالبون به، مطالبون به. واضح الكلام أحبابنا؟ فالذي يعني سيأتي معنا عندما نقرأ إن شاء الله بالحقائق تجد هذا المعنى موجودا، وهذا ما نص عليه أئمة السلف كلهم. فلذلك أحبابنا، لذلك أنا أنصحكم وذكرتكم هذا الكلام أكثر من مرة، اعتنوا بهذا الكتاب، كتاب الأذكار للإمام النووي. اعمل برنامج عندك كل يوم تحفظ 3 أحاديث منه، كل يوم 3 أحاديث. تجد نفسك بعد سنتين تقريبا، أقل من سنتين، سنة ونصف أظن، قد أنهيت حفظ الكتاب كاملا. فتجد تنظر سبحان الله، أنا أحفظ هذا الكتاب؟ تجد نفسك تحفظه. كيف حفظته؟ بالمواظبة. عندك برميل، تعرف البرميل؟ وعاء كبير، كل يوم أنت ضع فيه كاسة مي صغيرة، كاسة الشاي، بعد سنتين يمتلئ البرميل، يمتلئ تماما. وهكذا القلب وهكذا العقل. ولكن نحتاج إلى ماذا؟ إلى همة ومواظبة، همة ومواظبة. أين الهمة العالية وأين المواظبة؟ أما تحفظ اليوم وعشرة ما تحفظ؟ العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، إن أعطيته بعضك لا يعطيك شيئا، لا يعطيك شيئا أبدا. نعود للإمام النووي رحمه الله تعالى. الله. الإمام النووي رحمه الله أحبابنا لما قدم إلى دمشق من نوى، هي بعيدة عن دمشق، قرية، لما قدم إلى دمشق وهو صغير مكث عمره لا يلتقي ولا يجتمع إلا بالعلماء. فلما صار عمره 40 سنة تقريبا صار إمام الدنيا بلا منازع. ليه؟ أعطى كله للعلم، ما عنده لا شمات هواء ولا نزهات ولا بحر ولا مسابح ولا لعب كرة ولا 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 كلام فارغ، ما عنده هذا الكلام. أنا عندي مهمة، عندي أمة، أريد أن أصنع أمة، أن أخدم أمة. فلذلك ما كان همه على مقدار الهمة الأمة صرف لها جميع الهمة. أما إذا كان همته الإنسان بطنه طعام شراب إلى آخره، لا، هذا لا يخرج بالاسم ولا طالب علم. أنا لا، أنت مو طالب علم، أنت طالب كرش، طالب نوم، طالب سمعة، طالب منصب، طالب جاه. يا رب سلم سلم. أنا أقول هذا الكلام أحبابي والله يعني كي أذكر نفسي وأذكركم، أذكر نفسي إن شاء الله وأذكركم فقط، أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأنتم مؤمنون ما شاء الله. نعود والعود أحمد. قال: ما هبت ريح إلا جثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. قال ابن عباس في كتاب الله تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. أحبابي ما تفهم مني وأنا أقول لك لا تلعب، روح القلوب ساعة فساعة فإن القلب إذا أكره عمي، ولكن لا يكون قصدك اللعب. يعني في الأسبوع إذا عملت لك مع أصدقائك يوم في الأسبوع ساعة أو ساعتين جري، أو الجري مثلا كل يوم، لا بد هذا الموضوع، الموضوع المشي هذه ذات العلماء. إذا بيذكر من لما قرأنا كتاب أخلاق العلماء وغيره، العلماء يعني يحذرون العالم من الجلوس المستمر ويقولون له: لا بد أن يكون لك حظ من الفروسية وأن يكون لك حظ من المشي والجري، هذا أمر ضروري جدا. فالرياضة أمر ضروري، المشي، الجري، السباحة، لعبة كرة القدم طبعا محاطة بالآداب الإسلامية والأخلاق الإسلامية، لا مانع منه، هذا لا مانع، بل هو ضروري،
هو ضروري، ولكن لا يكون هذا المقصود كله، لا يكون. لماذا تضحك أنت؟ تلعب كرة؟ أيوة كل يوم؟ إلا يوم. فلا مانع من ذلك، ولكن لا ينبغي أن يكون هو المقصد، لا ينبغي أن يكون هو المقصد. يوم بالأسبوع مثلا، يومين في الأسبوع لا مانع من ذلك، وينوي بذلك التقوي على طالب العلم، ينوي بذلك التقوي على طالب العلم، لا ينوي له والعبث، فلا يؤجر عليه، فلا يؤجر على ذلك. الرياح تأتي بالخير، وكما سيأتي مع انتظر. قال ابن عباس في كتاب الله تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا مهلكة، ريح، فالمهلك يسمى ريحا، وأرسلنا عليهم الريح العقيم التي لا خير فيها والعذاب فيها. وقال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فيها خير، وأرسلنا الرياح مبشرات. وذكر الشافعي رحمه الله حديثا منقطعا عن رجل أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تسب الريح، لعلك تسب الريح. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا ينبغي لأحد أن يسب الريح، فإنها خلق لله تعالى مطيع. انتبه، خلق ومطيع. إبليس خلق ولكن غير مطيع، خلق مطيع. وإياك أن تجعل الريح أطوع منك. لذلك لقمان ماذا نصح ولده؟ لقمان ماذا نصح ولده؟ نصح كثير، ما نصح كثير. قال له: يا بني إياك أن يكون الديك أعقل من... لا سمعتها لما قرأنا رسالة أيها الولد مع وليد، قدرس واحد. إياك أن يكون الديك أعقل منك. الديك في الصباح يستيقظ ويكاكي ويصيح مع طلوع الفجر، مع بزوغ الفجر. فإياك أن يكون الديك في هذا الوقت، وقت نزول الملائكة، نزول الرحمات، يقظا وأنت نائم. فقال: إذن الريح خلق لله تعالى مطيع، وجند من أجناده، يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء. يا رب. باب ما يقول إذا انقض الكوكب. أحيانا تكون أنت تنظر في السماء هكذا في الليل، تجد خط أبيض هكذا، هذا كوكب قد سقط، كوكب قد سقط. هن بيقولوا نيزك أو شهب، بيقولوا النين، كوكب قد سقط. نعم. فإذا رأيت الكوكب إذا انقض ماذا تقول؟ انظر النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا ونبه وعلم وأرشد إليه، كي تكون أنت محاطا بطاعة الله عز وجل. قال: روينا في كتاب ابن السني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أمرنا ألا نتبع أبصارنا الكوكب إذا انقض، ألا ننظر إليه، وأن نقول عند ذلك، عند وقوعه ومشاهدة هذا: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. شراح هذا الحديث، شراح هذا يعني قال عدد يعني من العلماء، وفي الحديث الثاني كذلك سيأتي معنا، قالوا يعني لم يظهر لنا وجه عدم النظر وعدم الإشارة، فيبقى هذا الفعل تعبديا محضا. هكذا أمر المعصوم، لا علاقة للعقول مع ما أمر به المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن من الله عز وجل وأدركنا شيئا من الحكم نحمد الله عز وجل، وإلا فنحن مسلمون، يؤمنون بالغيب وهذا غيب.
قال: باب ترك الإشارة والنظر إلى الكوكب والبرق. فيه الحديث المتقدم في الباب قبله، وروى الشافعي رحمه الله في الأم بإسناده عمن لا يتهم عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: إذا رأى أحدكم البرق أو الودق، يعني الودق هو ما يكون أثناء المطر، أثناء نزول الأمطار ربما تجد شيء كالغبار أثناء نزول الأمطار، وليس بغبار، هو رزاز، هو هذا الرزاز، هذا يسمى ودق، هذا يسمى ودق، وقد يعبر عنه بأنه مطر خفيف، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. قال: إذا رأى أحدكم البرقة أو الودقة فلا يشر إليه، فلا يشير إليه، وليصف ولينعت. إذا الآن أظن الآن في هذا الزمان ثبت هذا، أنه لما إذا رأيت البرق لا تقف أمام حديد، أمام أعمدة، أمام أمام أمام، كي لا يصلك شيء من الأذى، شرارة كهربائية أو غير ذلك. ما كان في زمانهم هذه الناطحات، هذه الأبراج من الحديد وغير ذلك، فاكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بما يفهمه القوم وبما يشير لنا في قادم الأيام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على دراية بهذا الأمر. فقال: إذن فلا يشر إليه وليصف ولينعت فقط، يعني اكتفي أنت تقول لقد رأيت البرقة، لا تشر إليه. المتقدمون قالوا: لم نرى، لم نعرف ولا نعرف ولم نرى وجه النهي عن الإشارة، ما نعرف، ولكن نفعل، لا نشير، لأنه لما نشير؟ قال الشافعي: ولم تزل العرب تكرهه، تكره الإشارة إلى البرق. قال: باب ما يقول إذا سمع الرعد. روينا في كتاب الترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق، بصح والصواعق الآن سنتحدث عنها إن شاء الله، قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، يعني أمتنا بالعافية قبل نزول هذا البلاء، قبل نزول هذا العذاب. كان إذا سمع صوت الرعد، الصحيح أحبابنا أن الرعد ملك، الصحيح في كلام كثير، ولكن الصحيح المعتمد أن الرعد هو ملك موكل بالسحاب، ملك موكل بالسحاب، وعليه يكون قول النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع صوت الرعد، يعني كان المسموع صوت الملك، صوت الملك أو صوت السحاب الذي يجره الملك. السحاب أنت عندما تجر شيء يخرج له صوت، هذا السحاب الممتلئ بالماء، الممتلئ بالماء جره يصدر منه صوت، هذا يسمى الرعد، صوت الرعد، صوت الرعد. فصوت الرعد يعني صوت السحاب الذي يجره الملك الذي اسمه الرعد. إذن الصحيح أن الرعد اسم للملك، اسم للملك الذي موكل بالسحاب، الموكل بالسحاب. كان إذا سمع صوت الرعد والصواعقة، والصواعقة، قال الشيخ علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح المصابيح، قال: الصواعقة بالنصب، ويكون التقدير وأحس الصواعقة، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع صوت الرعد وأحس، وأحس الصواعقة، من باب علفتها تبنا وماء باردة، والتقدير وسقيتها، وسقيتها ماء
باردا. فهنا سمع صوت الرعد والصواعق، يعني وأحس الصواعق، سمع صوت والصواعق وأحس الصواعق. نعم. أو يكون هذا لازال كلام الشيخ عبد القاري، أو أطلق السمع، كان إذا سمع صوت الرعد أطلق السمع وأراد به الحس، يعني وكان إذا أحس صوت الرعد وأحس الصواعق. قال وفي بعض النسخ بالجر، يعني هناك نسخ بالجر. إذن كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وروينا بالإسناد الصحيح في الموطأ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، ترك الكلام، وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وروى الإمام الشافعي رحمه الله في الأم بإسناده الصحيح عن طاووس الإمام التابعي الجليل رضي الله عنه أنه كان يقول إذا سمع الرعد سبحان من سبحت له، يخاطب الرعد سبحان من سبحت له. قال الشافعي كأنه يذهب إلى قوله تعالى ويسبح الرعد بحمده. وذكروا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع عمر رضي الله عنه في سفر فأصابنا رعد وبرق وبرد. رعد وبرق، معروف البراد. نعم. فقال لنا كعب من قال حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا عوفي من ذلك الرعد. فقلنا فعوفينا. باب ما يقول إذا نزل المطر. قال روينا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. وروينا صيبا شعرابا أي مفعول به، كما مر معنا قبل قليل الشيخ عربه مفعول به، يعني اجعله صيبا، اجعله صيبا. ورويناه في سنن ابن ماجة وقال فيه اللهم سيبا نافعا بالسين مرتين أو ثلاثا. وروى الشافعي رحمه الله في الأم بإسناده حديثا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث، هذه ثلاث مواطن يستجاب فيها الدعاء. قال الشافعي قد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة. باب ما يقوله بعد نزول المطر. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، في إثر يعني بعد مطر، السماء المراد بها هنا المطر، في إثر سماء، سيذكر هذا الشيخ، سيذكر الشيخ هذا الكلام، في إثر سماء كانت من الليل. فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قلت الحديبية معروفة وهي بئر قريبة من مكة دون مرحلة ويجوز فيها تخفيف الياء الثانية وتشديدها، والتخفيف هو الصحيح المختار وهو قول الشافعي وأهل اللغة، والتشديد قول ابن وهب وأكثر المحدثين. والسماء هنا المطر، وإثر بكسر الهمزة وإسكان الثاء ويقال بفتحهما لغتان. قال العلماء إن قال مسلم مطرنا بنوء كذا مريدا يعني قاصدا، وهو يعتقد أن النوء هو الموجد
والفاعل المحدث للمطر صار كافرا مرتدا بلا شك، وإن قاله مريدا أنه علامة لنزول المطر فينزل المطر عند هذه العلامة ونزوله بفعل الله تعالى وخلقه سبحانه لم يكفر. يعني وهو يعتقد تخلف هذا، أن هذا قد يتخلف، يعني قد توجد هذه الكواكب تتقابل بعضها مع بعض ولا تنزل الأمطار، واختلفوا في كراهته، والمختار أنه مكروه لأنه من ألفاظ الكفار، وهذا ظاهر الحديث، ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم وغيره والله أعلم. ويستحب أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، يعني أعني نزول المطر. باب ما يقول إذا كثر المطر وخيف منه الضرر. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. انقطعت السبل، قال المراد بالسبل هنا الإبل. الإبل ليه؟ قال: لأن الإبل تحتاج إلى ماء وإلى علف وإلى طعام، فلما انقطعت الأمطار قلت الأعلاف وقل الماء فضعفت هذه الإبل عن المسير والسفر، فانقطع السبيل. انقطع السبيل. وقيل المراد بالسبل هنا ما عند الناس من الطعام والشراب، ما عند الناس من الطعام والشراب، فلا يجدون ما يجلبونه من الأسواق بسبب انقطاع الأمطار. إذن هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث المستضعفين من أمة سيدنا محمد، اللهم أغث المستضعفين من أمة سيدنا محمد ببركة النبي عليه الصلاة والسلام، وارفع الظلم عن المظلومين منهم يا رب، وآوي المشردين منهم يا رب. قال أنس: والله وما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. القزعة القطعة الصغيرة من السحاب، والجمع قزع، ومن هنا قالوا القزع مكروه تحريما. ما هو القزع؟ القزع، القزع كل زمان له قزع خاص به، كل زمان له قزع خاص به. القزع الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحلقون الشعر قطع قطع هكذا، هذا مكروه تحريما، فعل غير المسلمين. وكذلك الآن الذي يحلق شعره هكذا، هذا من القزع المحرم، هذا من القزع المحرم، تقليد التقليد، يعني يصبح حراما يقينا إذا قصد بذلك تقليد الصليبي الفلان أو اليهودي الفلاني أو المجوس الفلاني الكافر الفلاني، يصبح هذا حرام، لا يجوز قولا واحدا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ولا قزع. إذن السماء كانت صافية 100% زرقاء. وما بيننا وبين سلع، يعني الجبل المعروف بقرب المدينة، من بيت ولا دار، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، يعني من مستديرة، مثل الترس مستديرة. نعم. فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، أسبوع كامل ما رأينا الشمس أمطار. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني أمطار غزيرة جدا، فادعوا الله يمسكوها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام، يعني على الأماكن المرتفعة من الأرض،
والضراب على الجبال الصغيرة المحيطة بالمدينة، على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا أعلم خلق الله، السلام عليك يا أرحم الخلق بالخلق، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. هذا لفظه فيهما، إلا أن في رواية البخاري اللهم اسقنا بدل أغثنا. وما أكثر فوائده، فوائد هذا الحديث، حديث فيه فوائد كثيرة، وبالله التوفيق. قال: باب أذكار صلاة التراويح. قال: اعلم أن صلاة التراويح سنة بالاتفاق، باتفاق العلماء، وهي 20 ركعة، يسلم من كل ركعتين، وصفة نفس الصلاة كصفة باقي الصلوات على ما تقدم بيانه، ويجيء فيها جميع الأذكار المتقدمة كدعاء الافتتاح، كل ما هو مشروع في الصلوات مشروع في صلاة التراويح، واستكمال الأذكار الباقية، واستيفاء التشهد، والدعاء بعده، وغير ذلك مما تقدم. وهذا وإن كان ظاهرا معروفا، فإنما نبهت عليه لتساهل أكثر الناس فيه وحذفهم أكثر الأذكار، والصواب ما سبق، وهذا ما يفعله بعض الأئمة الجهلة. وأما القراءة فالمختار الذي قاله الأكثرون وأطبق الناس على العمل به أن يقرأ الختمة بكمالها في التراويح في جميع الشهر، فيقرأ في كل ليلة نحو 30، ويستحب أن يرتل القراءة ويبينها، وليحذر من التطويل عليهم بقراءة أكثر من جزء، وليحذر كل الحذر مما اعتاده جهلة أئمة كثير من المساجد من قراءة سورة الأنعام بكمالها في الركعة الأخيرة في الليلة 7 من شهر رمضان، زاعمين أنها نزلت جملة، وهذا بدعة قبيحة وجهالة ظاهرة مشتملة على مفاسد كثيرة سبق بيانها في كتاب تلاوة القرآن. ثم قال: باب أذكار صلاة الحاجة. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.